اهلا بيكم اعزائي المشاهدين فقره العبور الثاني. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن موضوع ترسيم المحافظات، والحقيقه جالنا استفسارات كتير ان الناس مش فاهمه موضوع ترسيم المحافظات، الهدف الاساسي منه ايه، وشكل المحافظات هيبقى عامل ازاي، هل ده هيبقى له نتائج ايجابيه على المواطن وعلى الاقتصاد ولا هيكون له نتائج سلبيه. هنشرحه على الخريطة بشكل مبسط خالص، وهناخد الحلقات اللي جاية يمكن مش هتقل عن 8 أو 9 حلقات هنشرح فيها موضوع الترسيم بشكل كامل وتنفيذ خطة اللامركزية والأقاليم التنموية، كل ده هنشرحه. نقل العاصمة هيبقى معانا وقت طويل نشرحه بشكل مبسط. زي ما عودناكم قبل ما نبدأ الحديث عن خطة الترسيم هنجاوب بعض الأسئلة. في الأستاذ أحمد السيد بيسأل مدى الاستفادة من عملية ترسيم المحافظات. زي ما قلنا قبل كده مشكلتنا الأساسية أنه إحنا عايشين على 6.5% من مساحة مصر، يمكن التقارير بتقول أن أكثر من 40% من مساحة مصر صالحة للزراعة إذا ما توفر لها الموارد، فمحتاجين ان احنا نعيد ترسيم المحافظات عشان نخرج من الوادي الضيق ونتخلص من الزحام ونعيش حياة افضل خارج الدلتا اللي يمكن بيتكدس فيها اكتر من 60% من تعداد السكان. وزي ما حضراتكم متابعين عندنا مشاكل في اراضي الاسكان، عندنا مشاكل وزحام كبير في الطرق، ويمكن ده تسبب في التعدي على الاراضي الزراعية وخسارة مليارات الجنيهات من هذه الصناعة. الأستاذ علي محمود بيتكلم على ترسيم المحافظات، هل هيكون عبء على موازنة الدولة؟ على الإطلاق، لأنه المقصود بعمليات الترسيم إن أنا بغير شكل المحافظات وببتدي أركز على مناطق للتنمية جديدة. فالنهاردة هبدأ أحرك الاقتصاد ورؤوس الأموال في قطاعات جديدة خالص وفي مناطق جديدة خالص، زي ما اتكلم الرئيس الفتاح السيسي أنه هتبقى في محافظة للعالمين وتبقى محافظة مليونية. هنا ببتدي أوجه استثمارات الدولة والمشروعات إلى محافظة جديدة، بالعكس ده أنا هنا هوفر جزء كبير من تمويل الدولة اللي بيروح في يعني إعادة صيانة وبناء البنية التحتية اللي دايما هنلاقي فيها مشاكل في الدلتا لأنها لم تكن مؤهلة لهذا التعداد الكبير، وبالتالي بيحصل مشاكل في الصرف، في الكهرباء، في المياه إلى آخره. موضوع الميزانية لا هنشوف فيه توفير كتير، وفي نفس الوقت احنا بنعتمد في إعادة الترسيم على استخدام نفس القماشة بان انا اطلع شكل احسن، بمعنى انه انا النهاردة عندي نفس مساحة الارض اللي هنشوفها على الخريطة، وبعد كده هنتكلم عن ازاي الترسيم هيساعدني ان انا استغل كل الموارد. السؤال عندنا من الاستاذة منى عبد السلام بتتكلم ليه كل المحافظات هيكون ليها وجه بحري وظهير صحراوي وايه مدى الاستفادة من ده. الاستفادة من ده عشان ننوع النشاط الاقتصادي، بمعنى ان انا عندي محافظة زي الاسكندرية دي محافظة ساحلية، لما نبص على مساحة اسكندرية دي محافظة صغيرة جدا، فالتوسع فيها بيسبب مشكلة وبالتالي بيحصل تكدس كبير في المناطق الإسكندرية، فمحتاج ان انا اوجد لها ظهير صحراوي للتوسع. فاللي عارف اسكندرية كويس نلاقي ان اخرها تقريبا منطقة ابيس للي خارج من اسكندرية، محتاج ان انا ادلها عمق في محافظة البحيرة، فالفكرة ان انا باخد جزء من محافظة البحيرة بضمه لاسكندرية اسمح بعمليات التوسيع. محافظات اخرى زي العالمين بديها عمق للجنوب عشان يبقى فيه ظهير للتنمية، محافظات زي سيوة ابدأ ان انا اطلعها ناحية البحر عشان اقدر اعمل هناك مواني، فيبقى عندي نشاط تجاري، نشاط صيد اسماك الى اخره. فالنهارده محتاجين ان احنا ننوع، وفكره اعاده الترسيم ان نخلق ما يعرف بالاقتصاد التكاملي، ان انا محافظه الف هيكون فيها زراعه، محافظه ب فيها صناعه، محافظه جيم فيها صيد سمك، محافظه دال هيكون فيها سياحه الى اخره. فهذا التكامل هيخلي المواطنين كل واحد في مكانه شغال في نشاط، وفي النهاية كلنا بنكمل الصورة الكبرى لمصر. في سؤال من الأستاذ عبد السلام محمود بيقول أو بيسأل هل ترسيم المحافظات هيزود من عدد المحافظات؟ مش شرط. الفكرة
اللي يعني اتكلم عليها خطط سابقة، يمكن خطة 2017 للتخطيط العمراني كان بيتكلم على إضافة ثلاث محافظات جديدة في وادي النطرون والعلمين ومحافظة في وسط سيناء. مخطط العبور الثاني بيعتمد على الترسيم بشكل مختلف، لأنه الترسيم في الماضي كان بيعتمد على تحركات السكان، فهتيجي تلاقي أنه كان مبرر إنشاء محافظة جديدة في وادي النطرون لأن المواطنين اتحركوا هناك. ده بنسميه في النهاية تخطيط عشوائي، لأنه لا يمكن السماح للمواطن إن هو يتحرك وبعدين أعمل له محافظة، لازم العكس، بعتمد على التخطيط الاستباقي، أنا اللي بخطط المحافظات كدولة وأقول هنا في زراعة، هنا في صناعة، هنا في تجارة، هنا في سياحة، وأي حد عايز يشتغل في أي نشاط من دول لازم يلتزم بالمكان ويلتزم بالمعايير. دي كانت الحقيقة الأسئلة اللي وردت عندنا في الصفحة. هنحاول الحقيقة ان احنا نشرح بشكل مبسط خالص موضوع ترسيم المحافظات، وهناخد في الحلقات اللي جاية كلها بالشرح على الخريطة، واتمنى انه يعني نقدر نوصل رسالة سهلة عشان كلنا كمواطنين، زي ما قلنا ان الشعب المثقف هو الشعب الذي يصنع الحضارة. النهاردة مش عاوزين يبقى كل واحد سايب الحكومة هي اللي بتخطط واحنا قاعدين بنتفرج، لا، لازم يكون لك دور ولازم يكون لك رأي. وحنذكر بعض المشاكل اللي ظهرت في 2014. كان في على سبيل المثال عندنا محافظة البحر الأحمر بتمتد من حدود مصر الجنوبية مع السودان لحد ما بنوصل إلى محافظة السويس. المسافة دي طولها 1080 كيلو متر، والحقيقة بهذا الطول بتعتبر محافظة البحر الأحمر منطقة استراتيجية لا يمكن تأمينها بهذا الشكل، فبتعتبر عبء كبير جدا على قوات الجيش والشرطة، فده من ناحية التأمين. أما من ناحية التنمية بهذا الطول لو المحافظ موجود عندي في الشمال هيبقى صعب عليه خالص إن هو يتعامل مع الناس في الجنوب، وبالتالي عمليات الرقابة بتبقى صعبة. عشان كده دايما بنقول انه بيبقى فيه فساد في المحليات، لان المحافظات كتير منها كان كبير، ما بقدرش ان انا في النهاية اراقب كل الناس اللي بيشتغلوا معي. فمحافظة البحر الاحمر على سبيل المثال مقسمة الى شمال وسط وجنوب، وحنشرح كل محافظة بالتفصيل لما يجي في وقتها، بس احنا بنبص على عمليات الترسيم. لو بصينا على محافظة زي الوادي الجديد بنلاقي ان الوادي الجديد بتمتد هنا، بتمر بهذا الخط العرضي، بتمثل لحد وادي النيل، يعني لو بصينا ادي خط نهر النيل اهو لحد الربع الغربي ده من مصر، بيمثل 45% من مساحة مصر. يعني تخيلوا حضراتكم ان محافظة واحدة تقريبا نص مصر. من ناحية التأمين صعبة جدا، ويمكن شفنا عمليات اختراقات كتير من ناحية الغرب. من ناحية التنمية صعب جدا ان محافظ يقدر يتحكم فيها، فالفكرة انه احنا بنعيد ترسيمها لمحافظات اصغر على حسب الموارد. التقسيم ما تمش عشوائي، الترسيم بيتم على حسب الموارد. دي بعض الامثلة اللي بتبين لنا ليه موضوع الترسيم مهم، وهنتكلم عن كل محافظة بالتفصيل. لما نيجي نبص على مساحة مصر بنقول انه مساحة مصر الكلية بتزيد عن 1 مليون كيلومتر مكعب، وفي النهاية من الشمال للجنوب اللي هي الحدود المصرية الليبية بنتكلم على 1024 كيلومتر، ومن الشرق الغرب 1240 كيلومتر. ده طول مصر وعرضها. موضوع المحافظات النهاردة بنتكلم على 27 محافظة في الترسيم القديم، مش ده الترسيم القديم، ال 27 محافظة بيتبعوا وزارة التنمية المحلية، وبالتالي اللي هو الدكتور أحمد زكي بدر، وبالتالي النهاردة المحافظين وكافة الوحدات المحلية للتعامل مع الدولة هيتم من خلال وزارة التنمية المحلية، وده هنا بيصعب من القائمين على التخطيط في المحافظات ان يكون لهم دور في سياسة الدولة. فهنتكلم على موضوع الأقاليم التنموية، ان انا هيبقى عندي 7 أقاليم في مصر هم اللي بيديروا المحافظات دي. الترسيم بتاع العبور الثاني كله بتوزيع السكان عبارة عن 13 مرحلة بيستغرقوا او بيستغرق تنفيذهم 4 سنوات. المرحلة الاولى فيها هي اعادة ترسيم المحافظات الجديدة الى 36 محافظة.
موضوع إعادة الترسيم بنعني بيه إيه؟ إنه الفكرة بعض المحافظات يتم دمجها في محافظات أخرى، وهقول لحضراتكم ليه، وتأسيس أو إنشاء محافظات جديدة أو توسعة محافظات أو تصغير حجم محافظات. لما تيجوا حضراتكم تبصوا النهاردة على محافظة زي دمياط، أهلنا في دمياط المحافظة صغيرة عبارة عن مدينة، لكن الجهاز الإداري اللي موجود في محافظة دمياط بيماثل الجهاز الإداري اللي موجود في محافظة زي الوادي الجديد. فمش منطقي خالص ان انا يكون عندي جهاز اداري بكل هياكله واعداده وعندي محافظة بهيكلها مماثل في الوادي الجديد اللي تعتبر اقل من مساحة مصر بحاجة بسيطة. فاذا النهاردة لازم يكون في تمييز. وعملية الترسيم المقصود بيها ان انا بقسم المحافظات او بقسم ارض مصر على قماشة بيضة خالص، يعني ما ببصش للترسيم القديم على الاطلاق إلا في حدود بعض المحافظات وحنتكلم عنها. الفكرة في المرحلة الأولى اللي هي تقسيم الدولة من الأول إلى 36 محافظة، ده هيستغرق 12 شهر، وبعد كده هنخش في المرحلة الثانية إن أنا بضم كل 5 محافظات أقدر إن أنا أضمهم في إقليم لوحده. عمليات الترسيم لو بصينا في محافظات الساحل الشمالي مثلا، عندي ادي محافظه للساحل الشمالي، دي منطقه سيوة. فمنطقه سيوة النهارده انا عندي فيها مناطق زراعات، اقدر ان انا اعمل مصانع لتصنيع الزراعات الموجوده او المنتجات الزراعيه زي البلح والزيتون الى اخره، اقدر ان انا اوديه الى الساحل الشمالي او الى مطروح هنا بانه يتعلب او ان انا اصدر من خلال مطروح، فيبقى عندي هنا نشاط زراعي وصناعي. عندي في مطروح هنا منطقة مواني أقدر أصدر. هنا منطقة العالمين اللي اتكلم عليها السيد الرئيس إنه دي تبقى مدينة مليونية أو عاصمة مليونية عشان نسحب الضغط من منطقة الإسكندرية. أنا بتكلم مع حضراتكم بشكل عام، لكن هناخد كل منطقة بتفصيل في حلقة لوحدها بحيث إن احنا نوضح ليه اترسمت بالشكل ده. لو بصينا على منطقة الدلتا، عندنا المحافظات الأساسية اللي موجودة في الدلتا هي منطقة محافظة الشرقية اللي موجودة في شرق الدلتا، وبعدين عندي الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، المنوفية، وعندي هنا اسكندرية، وباجي جنوب بلاقي الأليوبية خلاص عند التقاء دمياط ورشيد في الشمال، وبعدين بلاقي القاهرة وبعدين الجيزة. الفكرة هنا انه زي ما قلنا انه الجهاز الاداري متكدس في هذه المنطقة، يقول لك طيب ما احنا عشان عندنا زيادة عن 60% من تعداد السكان موجودين في المنطقة دي. ده صحيح، لكن النهاردة ربح الدولة او الاهتمام بالدولة يتم من خلال ترشيد النفقات، ان انا اقلل النفقات وفي نفس الوقت ازود ايراد الدولة. فعشان اقلل النفقات لازم اعيد النظر في الجهاز الاداري، فهتلاقوا انه موضوع الترسيم وده بنسميه التخطيط الشامل، ان انا ما برسمش المحافظات بس، ده انا بربط معاها الجهاز الاداري اللي بيدير الدولة، وفي نفس الوقت عدد الافراد، وهنشوف تباعا الخطط بتوضح لي حتى السكان اللي انا محتاجهم في محافظات جديدة زي مطروح او الساحل الشمالي او سيوة، نوعيات معينة من السكان لهم انشطة معينة. لو بصينا على سيناء بشكل عام، موجود دلوقتي في الترسيم الحالي شمال سيناء وجنوب سيناء، وزي ما قلنا دي مشاكل لانه تعدادها مساحتها 31 كيلومتر والتانية 30 كيلومتر. هنا بنتكلم على تقسيم سيناء الى 3 محافظات بشكل طولي، ومعاهم السويس اللي هي بتاخد شرق القناة وغرب القناة. يعني ايه؟ يعني انا هنا بضم الاسماعيلية وبورسعيد في قناة واحدة، لان انا عندي 3 جهاز اداري، واحد في الاسماعيلية، واحد في بورسعيد، واحد في الاسماعيلية. لو قدرت ان انا اضم الثلاثة عشان اخفض من حجم الجهاز الاداري، وتباعا هنلاقي انه النفقات في الدولة هتبدأ تقل. نتكلم على محافظة هنا لطابة، وهنشوف برضو في احد الحلقات ال 26 مشروع قومي الموجودين في الدولة، هيبقى كل محافظ مسؤول عن المشروع القومي اللي موجود عنده. اتكلمنا عن موضوع البحر الأحمر، قلنا ان الطول 1080 كيلومتر مقسمة الى شمال وسط وجنوب. افكر حضراتكم بالخطة اللي عرضتها لجنة الترسيم. مخطط العبور التاني مسلم للمساحة العسكرية سنة 2012، لكن في لجنة الترسيم
فضلوا ان هم يضم البحر الاحمر اللي هي 1080 كيلو متر على محافظات الصعيد. محافظات الصعيد هنا باجي من جنوب الجيزه عندي ايه؟ عندي المنيا، عندي اسيوط، عندي سوهاج، وعندي انا. الفكره كلها عشان اللي يعني ما تابعش الخطه اللي كانت مقدمه في 2014 ان انا اضم البحر الاحمر ده كله على الصعيد هنا، بمعنى ان انا اطلع المنيا للبحر، اطلع سوهاج للبحر، دي المنيا، اسيوط، سوهاج، انا اطلع دول للبحر. ودي كان ليها انا في اعتراض لانه ده خطر على الامن القومي، هناك بعض المحافظات لا يمكن امدادها الى البحر. الجزئيه الثانيه انه تم الغاء محافظه البحر الاحمر بشكل كامل، وكان في يمكن حضرتك كنت تابعين كان في مظاهرات ضد الموضوع ده. اللي كان موجود في من محافظه البحر الاحمر هي الغردقه فقط، الباقي ده هتلاقي هنا حضراتكم الاقصر خدت مرسى علم، واسوان خدت الجزء الجنوبي ده كله اللي هو بيضم حلايب وشلاتين، وبالتالي هنا اصبح توسيع المحافظات بشكل عشوائي. هنتكلم عن ده بالتفصيل. عندي محافظات الصعيد بس بديله ظهير صحراوي عشان ابعده عن النيل. ليه؟ عشان لما اجي اتوسع عمرانيا لازم اطلع الناس هنا من الشريط الضيق ده شرق وغرب، فبفك البلد في اتجاه الشرق واتجاه الغرب. ده بيضم المنيا، اسيوط، سوهاج، هنا زي ما حضراتكم شايفين، الاقصر نفس الوضع، اسوان، وتحت ابو سمبل وناصر. اخر جزئيه النهارده بنتكلم على الوادي الجديد. زي ما قلت لحضراتكم 45% من مساحه مصر، الفكره فيها انها تقسم الى الخمس محافظات على اسماء الواحات. فهيبقى عندي الفرافره، هيبقى عندي الخارجه والداخله وباريس، وعندي تحت هنا درب العوينات ودرب الاربعين والعوينات. دي برضو محافظات هنقدر ان احنا ننميها. كان هناك بعض الاعتراض يمكن من بعض المتخصصين بيقول لك طيب ما المناطق دي فيها بحر الرمال فازاي حامل فيها محافظة؟ المبدأ هنا ان يتم استغلال كل شبر من ارض مصر. وكان سؤالي في عيد المساحة العسكرية، هل الارض دي تشيل مبنى دور واحد؟ اه تشيل مبنى دور واحد، هعمل عليها سجن، هعمل عليها مزرعة، هعمل عليها اي حاجة، لكن لن يتم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض مصر، وسيتم استغلال كافة المحاور وكافة الموارد، وبده بإصرارنا ده هو اللي هينمي مصر في المرحلة القادمة. مش هطول عليكم المرة دي، لكن هنبدأ، حبيت بس أديكم فكرة عامة عن موضوع الترسيم، وهناخد منطقة منطقة بالراحة نفهم الناس إيه اللي بيحصل. أشكركم وأشوفكم بعد الفاصل وحوارنا مع الدكتورة صفاء فارس، وحوار عن أداء البورصة في الأسبوع الماضي وتوقعاتها للأسبوع القادم. أشكركم، أشوفكم بعد الفاصل.